إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجمع الكريم، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية دي يا جماعة رسمت الطريق لأي ذل مسلم دار يصل للجنة ودار يصل لطريق ربنا سبحانه وتعالى. آية واحدة بس. عشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآية دي، عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة خطا مستقيما، يعني رسم خط كده في الوطأ واحد وعديد. ده مما يدلك على انه شنو يا جماعة؟ على انه طريق ربنا عديل، ما ملولو ما مكلوي. اما الطرق حقت الشياطين، لانه اي طريق ما طريق ربنا ده طريق الشيطان طوالي، شفت كيف؟ واي طريق ما حق ربنا طريق الشيطان ملولو مكلوج ما واضح. دين ربنا واضح، فالرسول عليه الصلاة والسلام رسم طريق مستقيم واحد، وكونه هو واحد معناته يا جماعة الدرب والطريق اللي بيوديك للجنة وبيوديك لربنا واحد. علينا المجتمع ده فيه 600 حزب وكذا طريقة وكذا جماعة ومنظمة، صح ولا ما صح؟ ديل جماعة أنصار السنة، ديل جماعة الصوفية التجانية السمانية القادرية العركية شنو ما أعرف ليك، ديل أنصار سنة، ديل أنصار مهدي، ديل مؤتمر شعبي، ديل مؤتمر وطني، ديل شيعة إثني عشرية، ديل شيعة زيدية، ديل ما أعرف ليك كيف، ديل شنو ما أعرف ليك، ده كله باطل. ليه؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم رسم طريق واحد، ولا يمكن الجماعات والأحزاب الذكرت هذه كلها تكون واحد. لو كانت واحد ما كان في داعي يسمون نفسهم صوفية، ديل ما عارف صار سنة، ديل أخوان مسلمين، ديل شيء، ما ممكن. عشان كده قلت لك الآية دي بتوصلك لربنا، إلا كان أنت براك ما دار تصل لربنا، ده كان داري لك لولوة، ده موضوع تاني بطريقتك بعد. لكن ده اللي بوصلك للآية دي والحديث ده. عبد الله بن مسعود قال: رسم لنا أو خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة خطا مستقيما واحد بس، وقال: هذا صراط الله مستقيما. ده اللي بوصلك لله، ده. ثم خط عن يمينه خطوطا معوجة، شوف خطوط يعني كثيرة، يبقى الدروب اللي بتوديك لجهنم كثيرة، واللي بوديك لله واحد وعديل واضح عينك يا تاجر تشوف. ورسم عن شماله خطوطا ايضا معوجه، وقال: هذه السبل المكلوجه دي البجاي بجاي، قال: دي السبل، على راس كل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا النبي عليه الصلاه والسلام، شو الكلام ده واضح كيف يا جماعه؟ الدين ده واضح، ما بيقول دس ولا لف ولا دوران. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. السبل دي والطرق دي توديك جهنم طوال النار. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ده الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده توضيح له أكثر. يا تو جماعة يا تو حزب، الله ما قال لنا
الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني، لا. ربنا ورانا المنهج، المنهج بتاع الصراط المستقيم ده منهج دينه شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. قال: وستفترق أمتي، ده الدليل هنا، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب الواحدة دي جماعة منو؟ حزب منو؟ طريقة منو؟ العلم بتاعهم لونهم كيف؟ ده كله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله، لأنه ده كله كلام فارغ وباطل. قال لنا المنهج بتاعهم سايرين عليه والطريقة سايرين عليه. قيل: من هي يا رسول الله الفرقة الناجية الواحدة دي منو هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الزول اللي بيكون على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، ده طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ده طريقه. بفهم الصحابة، بفهم الصحابة، ده الزول الناجي. حتى لو ما انت ملو لجماعة ولا لحزب ولا غيره، انت متابع القرآن والسنة، ما بفهمك انت ولا فهمي انا، بفهم الصحابة. ليه قلنا فهم الصحابة؟ لأن الرسول قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الصحابة ده الرسول، لابد تفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة. وده نقطة الخلاف بين الجماعات الإسلامية الموجودة الليلة. يعني مثلا تلقى جماعة الترابي كمثال، ده بيفهم القرآن والسنة، ما بيفهم الصحابة وبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. بيفهم القرآن، بيفهم راجل واحد اسمه دكتور حسن عبد الله الترابي. ليه؟ قالوا ده دكتور، ده دكتور، يعني كأنه هو أعلم من أبو بكر الصديق ومن عمر بن الخطاب ومن عثمان بن عفان ومن علي بن أبي طالب. بس ماسكين لهم في راجل، وهذا ربنا كتبه، شفت كيف؟ ماسكين لهم في راجل وقاعدين يجيب لك الآية يفسر لك بفهم سيده وبفهم شيخه. ده باطل، باطل، عرفت كلامي؟ واحد تاني متابع طريقة مثلا ختمية قادرية غيره، يجيب الآية ويفسرها بفهم شيخه. زي واحد قال يا أخي بيجوز إنه ندعو الصالحين ونخلي الله، الدليل يا مولانا؟ قال ربنا قال: والحقني بالصالحين. قال قال الآية باللغة الدارجية السودانية، في آية بالدارج السوداني، ربنا قال: وألحقني بالصالحين، يعني لما نموت أرفعني في الجنة في الدرجات بتاعت الصالحين. مش معناته والحقني بالصالحين يعني أنجدني وأفزعني بالصالحين، لأنه ده شرك بالله. زول يدعو الصالحين ويستغيث بهم ويقول: يا صالحين أنجدوني وأفزعوني، أو مدد يا حاج فلان، يا شيخ فلان، يا سيدي فلان، ده أشرك بالله وكفر بالله، بيه من الكافرين. ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ربنا قال إنه لا يفلح الكافرون. الله قال أي زول بدعو غيري ده كافر. تدعو صالحين، تدعو أنبياء، خليت الله ودعيت غير الله، انت كفرت. تمام كلام، ده كلام ربنا يا جماعة. ربنا قال إنه لا يفلح الكافرون. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالسبب الضلل الجماعات والأحزاب الموجودة إن ما بتفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح. يفهموا براو كل زول دار فهم سيده. طرق كثيرة جدا عند أذكار، مثلا الطريقة السمانية عندهم كتاب بتاع أذكار، له قرآن له سنة. الشيخ حلم بالليل في النوم صيح الصباح وكتب كتاب، قال والله ده الشيخ رأى في المنام. في دين بيشوف المنام يا أخي؟ الله رسل جبريل 23 سنة، 23 سنة ينزل من السماء ينزل القرآن والسنة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. 23 سنة القرآن ينزل، جبريل ينزل من ربنا،
فين 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 زول شيخ طريقة سايلون بالليل يقول لك أنا قال ده بتاع التجانية كمان قال أدوني قال الرسول أداني صلاة الفاتح وصلاة الفاتح تساوي القرآن 6000 مرة. معقول يا جماعة كلام بتاع بشر يكون أحسن من كلام ربنا رب البشر ب6000 مرة؟ معقول الكلام ده؟ والغريب إنه في ناس جهلة واحد تلقى جاهل لما تقول الكلام ده باطل يقول لك نبص الأولية. يا جماعة أنا قلت ينعل أم زول ينعل أبو زول أنا ما قلت كده أنا قلت ده كلامه هم قالوا ما أنا والكلام ده باطل ليه؟ لأنه ما في حاجة أفضل من القرآن يا جماعة. عندك كتاب أفضل من القرآن؟ عندك ذكر أفضل من القرآن؟ ما في. لو قلت في ذكر وكلام بشر أفضل من القرآن الكريم أفضل من كلام رب البشر تكفر بالله؟ لأن ربنا قال الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث قرآن ده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أصدق الحديث وأصدق الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى. ما في أبدا شيء أفضل من القرآن. ديل جايب لهم ذكر قالوا ده أفضل من القرآن. في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني الجزء الأول الصفحة 132 ل 136 ده بتاع تجانية أضللهم. شنو النازل؟ لأن القرآن والسنة فهموا براسهم براهم. لأنه لو سألتهم قلت لهم طريقتكم دي شنو؟ والكتاب والسنة في ما كتاب والسنة أبدا. لكن هم قايلين الكتاب والسنة تحفظوا وتفهموا براسك أنت براك. أيوة مثلا الترابي قال يا أخي المرأة تصلي بالرجال قال المرأة تتقدم تصلي بالرجال. بالله عليكم الله يا جماعة الآن يقدموا لك مرأة إمام قدامك وأنت وراء تاني في صلاة؟ تفهم شنو ولا دين شنو ذاته؟ يا تدين ده الجبهة والترابي ولا غيره من جماعات الأخوان المسلمين وغيره. وده هم دخلوا التشيع. أنت قال دخل الشيعة هم ديل ذاتهم شعبيين ديل ناس الترابي. ليه؟ لأنه أول حاجة لقوا مصالح مادية ده أول حاجة. ثاني حاجة لأنه الفكرين واحد، فكر الأخوان المسلمين بتاع الترابي وفكر الشيعة بتاع الخميني وعبد الله بن سبأ اليهودي، لأنه ده جاب التشيع. التشيع ده دين اليهود أصلا. فالفكر واحد ما بيفترقوا أصلا. لأنه سيد قطب شيخ الأخوان المسلمين وشيخ ناس الترابي وغيره من الأخوان المسلمين هو سب الصحابة والشيعة سب الصحابة، هو سب الأنبياء والرسل والشيعة سب الأنبياء والرسل. سيد قطب هو الكفر الصحابة وقال الناس الكتب عثمان بن عفان من الخوارج، قال خروجهم على عثمان ده يعتبر من روح الإسلام يعني من صميم الدين ذاته. فده نفس من أي شيعة تكفير الصحابة وعدم الترحم على الصحابة وسب وشتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء العلماء قالوا أي زول بيسب الصحابة وما قصده الصحابة، هو قصده شنو؟ هو قصده القرآن والسنة. ليه؟ العلماء ليه قالوا كده؟ شوف العلماء دي الأذكياء كيف قالوا. لأنه أصلا القرآن والسنة النقل لنا نحن منه، النقل منه ما في زول فينا شاف ربنا صح ولا ما صح؟ ولا في زول فينا ناس الليلة دين شاف الرسول عليه الصلاة والسلام عينه كده إلا في النوم، لكن يشوفه يقظة ويديك الكتاب والسنة ما في. طيب الدين ده وصلنا كيف؟ عن طريق منا يا جماعة؟ الصحابة هم تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام تعلموا منه الدين القرآن والسنة ونقلوها لنا لحد ما وصلنا الليلة. فالزول البضعة في الصحابة يقول لك الصحابة دين كذابين والصحابة ديل ما صادقين والصحابة ديل ناس مجرمين، ده أصلا قصده يقول لك القرآن والسنة أن قالوا الصحابة ده كذب. لكن ما قادر يقول لك القرآن كذب طوال لأن أنت بتخليه ده ممكن تضرب الدب عليه. فبيقوم بيبدأ يسب الصحابة. فأي زول بيسب الصحابة شيعي تابع للترابي غيره ده أصلا قصده القرآن والسنة أساسا. شكل الإمام أبو زرع الرازي قال من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، ده ما مسلم. ليه؟ قال لأنه ما نقل إلينا الكتاب والسنة إلا الصحابة، فمن طعن في الصحابة فقد أراد الطعن في الكتاب وفي شنو يا جماعة؟ في السنة. ده
ده الموضوع. بعدين البطعن في الصحابة ده بطعن في الله وبطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الكلام ده؟ كيف؟ لأن الصحابة ده ربنا زكاهم ومدحهم في القرآن. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله زكى الصحابة كلهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشر البشرين وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه، نحبه ونجله ونحبهم جميعا ونجلهم. فربنا مدحهم. الزول اللي بيسبهم معناته شنو يا جماعة؟ كذب كلام الله. الله قال أنا رضيت عن الصحابة وهم رضوا عني. زول شتمهم معناته شنو؟ معناته سب الله. كده زمان لما في ناس شيعة زمان قاعدين تقلدوا الشغلة دي جديدة، الشغلة دي قديمة. إبليس ما بيلعب من زمان، لاعب قديم محترف. شفت كيف؟ في جماعة منافقين على القول الراجح كما رجح ذلك الشيخ الفوزان وغيره. في غزوة تبوك في منافقين قاعدين ورا الصحابة بيقولوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قاضين الصحابة والرسول، أرغبوا بطونا أكالين. قالوا الصحابة دي الأكالين خلاص جنوا مقل ديل المنافقين ديل، وأكذبوا ألسنا كبابين قالوا، وأجبنوا عند اللقاء وجبانين. قالوا صحابة الرسول كذابين وأكالين وخوافين. الرجل سمع عوف بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل قال له كذبت ولكنك منافق. للزول قال كلامنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرك، وركب الناقة وجرر الرسول ذلك له بخبر المنافقين القاعدين ذي. فلقى القرآن نزل سبحان الله من السماء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام المنافقين ذي وطعنهم في الصحابة. شوفوا هم مش طعنوا بالصحابة، قالوا أكالين وكذابين وخوافين. ربنا قال الطعن في الصحابة ده طعن في الله وآياته ورسوله. ربنا نزل القرآن قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ربنا قال قل أبي الله، شوف شوف كيف، قل بمنو؟ أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. مع انهم استهزأوا من الصحابة، لكن ربنا قال ده استهزاء بالله وبآيات الله وبرسول الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ربنا قال كده. عشان كده الناس اللي بيطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ده اللي بيطعنوا في الله وبيطعنوا في آيات الله في القرآن وبيطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالمثل العربي البسيط زول يقول لك والله فلان ده عبد الله مثلا زول طيب، لكن لما له شلة وأصحاب كلهم حرامية وبتاعين بانجو وبتاعين زنا كله ما في واحد فيهم كويس وما بيمشي إلا مع أصحابه ديل، معناته شنو يا جماعة؟ معناته هو برضه كعب، لأنه لو زول كويس كان اختار ناس المسجد ناس الجامع، ما كان بيختار ناس البنجو ناس غيره ناس غيره الزينة، صح ولا ما صح؟ فالناس اللي بيقولوا الصحابة كعبين أصلا قصدهم يطعنوا من يا جماعة؟ يطعنوا الرسول. أفهم الكلام ده خليك زول ذكي. اللي بيسب لك الصحابة يسب لك معاوية ابن أبي سفيان، أو يسب لك عثمان بن عفان أو عائشة أو بكر الصديق أو عمر أو غيرهم رضي الله عنهم، ده قصده يطعن في الله، يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، قصده يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصده بعد ذاك يطعن في ربنا سبحانه وتعالى. شفت الكلام ده كيف؟ فدي مسألة. والسبب ضللهم عن الكلام ده إنهم تابعوا الشيطان وابتعدوا عن منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح. وأصلا اليهود من زمان لما غلبوا حيلة إنهم ما قادرين يحاربوا الإسلام في زمان الإسلام كان قوي،
المسلمين كانوا قويين بإسلامهم، فما قدروا يضربوا المسلمين بالسلاح، وأي معركة كان ضد الصحابة الصحابة كان بينتصروا على الكفار. فاليهود قالوا والله إحنا للإسلام المسلمين دي ما بنقدر نضربهم بالسيف، فدخلوا ناس قالوا أسلمنا، هم ما أسلموا منافقين، دخلوا جوا عشان يصوتوا المسلمين والإسلام من الداخل، فأنتجوا لنا الشيعة والشعبيين والصوفية وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ضيعوا الدين. مثال بسيط، عندك كتاب اسمه رياض الجنة ونور الدجنة، هوريك له المؤلف ومنوع شوية، لكن اسمع الكلام ده، ده كلام يهود وكلام شياطين ولا ده كلام مؤمنين؟ اسمع الكلام ده كويس. قال فالذكر، اسمع الكلام ده كويس، قال فالذكر عنوان الولاية، إنه حقا يكون به المريد وليا. قال الزول اللي بيذكر الله كثير المريد بيبقى شنو؟ بيبقى ولي. طيب أها، بعد ما يبقى ولي، قال فالذكر عنوان الولاية، إنه حقا يكون به المريد وليا. قال بعد ما يبقى ولي يهب الغلام. ما الله البشر ده يخلق لك الذرية يديك الجنة، ما الله قال يهب الغلام، فقال الولي يهب الغلام يطير في جو السماء، يطير بدون طيارة، يطير في جو السماء، يمشي على البحر الخضم سوية، وكذاك يبرئ أكمها مع أبرص، وبخطوة واحدة يطوي المهام تطيع. فكذا قال صاحب كتاب سراج السالكين، قال من كرامات أبونا الشيخ إنه خدت كراعه في مكة وكراعه الثانية في العلفون. هسه ده كيف؟ ده كلام فارغ وباطل. ليه يا جماعة؟ لأنه إيهاب الذرية وإيهاب الغلام، ده كتاب اسمه رياض الجنة موجود الآن، موجود الآن أصلا، ما تقول لي كذاب. كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، شفت كيف؟ شفت كيف؟ خلي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا إخوان معليش يا دقيقة يا شيخ. يا شباب السلام عليكم ورحمة الله. نحن إن شاء الله حنستمع لأخونا لحد النهاية، ونفتح فرصة لأي زول يقول بأسلوب حضاري جدا، عماد أسلوب حضاري جدا. نحن ما قاعدين، لا إن شاء الله، نحن عماد أسلوب حضاري جدا نستمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحن نسمع القول الأحسن منه إن شاء الله، الكلام الطيب ومقبول لنا نقبله، اللي رفضته عقولنا نرميه وما ناخذ به. وبعد ذلك كان الفرصة يا جماعة فاتحة لأي إنسان عايز يتكلم في أي سؤال، أي سؤال. نحن حنسألك إن شاء الله أسئلة كثيرة جدا إن شاء الله، لكن بأسلوب حضاري وأسلوب يحكس يعني فهم ووعي شباب بقى لي 37 رجاء بالله رجاء. شكرا شكرا لك، ده الكلام المنطقي وده الكلام الحقيقي. تسمع كلام الزول وديك تعلقي مع الإمام جدا، على كلمة الجوط ولا رجل مرج ما بتحل المشكلة، لأنه ده دين ما هي للمريخ يا جماعة. طيب والجوطة دي الناس خلوها زمان يا عمنا، زول بقى عنده دليل بجد وما عنده دليل بسمه. طيب فقال، وده البرعي كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال الولي بعد ما يبقى المريد بعد ما يبقى ولي قال يهب الغلام، دي نمرة واحد. نشوف القرآن ربنا قال فيه شنو، قال تعالى لله، نشوف هل ممكن بشر عادي يدي الذرية ولا ده لله براو. نرجع للقرآن، ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. بالله شوف القرآن ده واضح كيف، واضح لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ده الله ما بذول معه لا ولي لا غيره، خلاص يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، واحد يدي بنات ده الله ما بذول معه لا برا إلى غيره، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، واحد يدي أولاد صر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ولدين بنتين ثلاثة بنات ولد إلى آخره، ويجعل من يشاء عقيمة، واحد ما بيلد أصلا ينعرس عشر نسوة ويطلق دي ويفيق دي ويطلق ما يلد، ربنا غيره كده، شفت كيف؟ طيب قال يطير في جو السماء الإمام وبخطوة في ناقل وبخطوة يطوي المهام تطير، كل الأفعال دي
الإمام الشافعي قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء برجلين ويقطع البحر، قال فلا تغتروا به. ما طوالي تقولوا ولي صالح، لا لا لا، الإمام الشافعي قال لك ما تقول طوالي كده. ليه؟ قال حتى تروا اتباعه للكتاب والسنة. إذا كان متابع الكتاب والسنة صح، يفهم الصحابة رضوان الله عليهم، ده ولي. إذا كان زول بتاع نجارات ونوبة وبدع، ده ولي بتاع شيطان. لأنه زي ما في أولياء للرحمن، في أولياء لشنو يا جماعة؟ الشيطان. الدليل شنو؟ قال تعالى عن أولياء الرحمن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دين الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى الصالحين، تمام. طيب نشوف أولياء الشيطان، هل ربنا قال في أولياء الشيطان؟ إبراهيم قال لأبوه شنو؟ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى الشيطان برضه عنده أولياء، والولي بتاع الشيطان مش دي موية؟ يقول لك عائلة كويسة عشان أوريك أنا ولي. يقول لك يغشك دي موية، هاي موية، يقوم يدخلها ولا ويهمم أماما، يستعين بالشياطين وإبليس وكذا يطلع لك سكر. أنت تقوله ده ولي، ده ما ولي، ده ساحر. عرفت كلامي؟ ده ساحر. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، ذاته قال الله قال الرسول، لقيت كلامي قد يكون ما عجبك لمصالح أو لأشياء معينة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، ده قرآن أنت ما تقدر تسمعه بطريقتك، الناس كلها تقدر تسمع ولا ما تقدر تسمع يا جماعة؟ أي وأي زول عنده اضطراب أنا بدي الميكروفون، تعني في حاجة؟ أي زول عنده اضطراب أنا بدي الميكروفون. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: واتبعوا. خليك معي خليك معي، أنا بيهمني وبيعجبني حتى لو مخالفني الزول اللي بيسمع وبعدين يجي يناغبني يقول لي كذاب، والله بقبل، والله أدنقي راسي أسمعه للنهاية. شفت كيف؟ وكلامك كذب، لأنه ربنا قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال. أما الجوطة دي هناك في نادي المريخ وكذا، هنا جديد عندك دليل، حافظ لك قرآن، حافظ لك حديث، تعال قول. أنت جايب ليه؟ انت جايت ليه؟ ما في زول عاقل كده يجوز ساي، تعال اقول كلامك. شفت ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ربنا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. انا اوريك انه شغل ده سحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فده سحر. ناس اللي بيغشوك يقول لك انا بجيب الرايحه وانا بفتح الكتاب. عرفت كلامي؟ ولام من نساوين ويقرا لهم في الفنجان ويملى لهم الطشت مويه. عرفت كلامي؟ ويوريهم انه راجلك هيعرس عليك ولا لا، وتعال نحوطه ليك، وتعال نحجبه ليك، ونعمل لك حجاب رزق، ونعمل لك بخره، ونعمل لك محايه للسحره. رضي من رضي وابى من ابى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين ده ما في مجامله، والله لو ابوي خالف وانا برد عليه. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. دين واضح، دين ده كتاب وسنه، ما وراثه. ما يقول لك والله ده خليفه، ابوي خليفه، انا ولد خليفه، ما وراثه. قالوا طين، قالوا قطعة أرض، قالوا زراعة. الدين ده بالصلاح بالعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبنت فاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا. أبا حاجة اسمه ده الخليفة خليفة وده الولي ولي، وعاملين فيها خلفاء يقول لك نحن جدنا النبي وحببتنا فاطمة ومات يده للناس يبوسوا في يده. ده باطل، والبركه دي ما بتجوز باي احد من المخلوقين الا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الدليل شنو؟ دليل انه الصحابه كلهم ما يتبركوا بزول ابدا الا من يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه ثبتت فيه البركه. ما لقي لنا صحابي جباس كرع ابو بكر الصديق. ولي ولا ما ولي ابو بكر؟ ولي. وسيد الاولياء بعد الانبياء. وبعدين عمر وعثمان وعلي وباقي الصحابه، ما لقينا واحد اتبرك له بصحابي. بس ليه يده وتفلي في راسه ودي بركة ابونا الشيخ؟ ما في. قال
قال ما في معناته الكلام ده باطل. هو عذر يقول لك يا الصحابة تبركوا الرسول، شيخك ده رسول؟ البرع رسول؟ ما رسول ولا المكاشفي ولا الكباشي ولا غيره للبشر. والمناهج الصلاة للناس مناهج شركية، كلام اللي بيقوله ده شرك. أديك كلام بيقوله ده، كلام بيتكلم بهدي اللي ما ساكن. قال كباشي دي متحف إذاعة الكوثر، ها برضو أنا كذاب؟ إذاعة الكوثر وغناء الساهور دي حقتنا نحن ولا حقتهم هم صوفية؟ حقتهم. قال كباشي كم أدى ولد البنت الأولاد منه؟ الله الله. في واحد معه؟ إذا ده شرك، أصلوا للشرك النازلة صوفية. كباشي كم أدى ولد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل كباشي، في كل محل كباشي، ده شرك، كلام ده شرك. اللي بيربط بحل والبد الولد والبد الجنى هو رب العزة والجلال، ولا الكلام ده أنت ما عارف إنه؟ اللي بيخلق منه؟ الله. ربنا قال أيشركونا؟ والله أنا بتعجب من ذول يزعل من كلام الله، ده والله بستغرب ذاته، ماشي لله الله سوي شنو أنت؟ ربنا قال أيشركونا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ نتحدى أي ذول؟ شيخ طريقة غيره يخلق لنا ضبانة، ضبانة بس ما فيها فائدة، دي يخلق لنا. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل، بالله شوف القرآن ده واضح كيف، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذبابا هي المفردة بالمناسبة، والجمع ذب وذبان، أما الذباب ذي الوحدة بالمناسبة كما قال الإمام النووي رحمه الله، لا يخلقوا ذبابا واحدة بس ولو اجتمعوا له، واحدة قبانة ما يخلقوها جميع الناس اللي بيسألون من دون الله. ديل المرغني شيخ الختمية ما قال؟ قال إن كنت في هم وغم فقل يا مرغني أنجيك من كل شدة. ديل المرغنية وصوفية. أما الشيعة بيقولوا يا حسين يا علي، ربنا قام يتحداهم كلهم شد. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. علي رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل ورابع الخلفاء الراشدين وفضائل ما نقدر نعدها رضي الله عنه وأرضاه عن جميع الصحابة، لكن الله ولا دون الله؟ ده السؤال، الله ولا دون الله؟ دون الله. ربنا قال إن الذين دون الله، إن الذين تدعون من دون الله ربنا قال لن يخلقوا ذبابا واحدة ما يخلقوها ولو اجتمعوا له، كلهم لو عملوا اجتماع كبير جدا لخلق ضبانة ما يخلقوها. ومش كده بس، ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا. جاءت ضبانة ركت في صحن الفقيه شيخ الطريقة، فج شالت لها لقمة وبلعتها. والله شيخ الطريقة ده إن جرابه يدينه كراهين وما يمرق اللقمة دي ثاني، لأنه الله قال كده وإن يسلبهم الذباب شيئا، الله قال لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب أن تطلب غير الله ده ضعيف، تخلي الله الحي الذي لا يموت، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتدعو الميت يا أخي قبة يا أخي قاعدة زي الصاروخ تلقاه في كل حلة إلا من رحم الله، ناس يعبدوها من دون الله ونسوان يتبركن بها، كيف تنزل الرحمة؟ ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب، الدعية من غير الله ضعيف مهما كان، حتى لو ولي عديل صالح عديل، الله قال لك ده ضعيف، لا بنزل مطر لا بيخلق جنة لا بيديك رزق لا بيعلم غيب. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. احنا ما قصدنا نسيب ذول، نحن قصدنا نبين العقيدة، لكن الكلام في العقيدة حار إلا للزول المؤمن تلقي يفرح يسمع التوحيد ودين الله وعبادة الله يفرح، الله قال كده. الزول المرضان ما يرضى، تقول لا الله براه ما يرضى، لا هو دخل الفقير والفقير كلهم داري يشركوا مع الله لازم. ليه؟ لأن ربنا قال وإذا ذكر الله وحده الله براه توحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه. بس لو جبنا نوبة ووب 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 لازم يجمع وكلام باطل شغل بتاع شيطان. وإذا ذكر الذين من دونه ربنا قال إذا هم يستبشرون يفرح،
والدين اصله دين الله سبحانه وتعالى ده ما جاب السائل كده. اول يوم الرسول ركب جبل الصفا صلى الله عليه وسلم قال يا جماعه اعبدوا الله وراه دعاهم للتوحيد العقوة قامت. اول يوم اول دقيقه اول دقيقه المشكله قامت. في دعاة انا ممكن ابقى زيهم بالمناسبه داعية تلقى عمته قدر الضربة وعنده دقن ممكن يجي يقعد يلمس للناس والله يلومه بخير وجزاكم الله خير بارك الله فيكم ده يملى كرشه. لكن انا بوريك الكلام الحار ده اللي بيصلح الناس والبيصلح الامه. ما في زول يعبد له فقير ولا فقير ولا صوفي ولا تجاني ولا ختمي ولا قاضي ولا غيره اعبد الله براه ده اللي بيزعل الناس. ونحن ما بندعو لاي جماعه والله لا بندعو بتبقى انصار سنه لا بندعوك ولا انا ذاتهم انصار سنه ولا ابراهيم ولا غيره عرفتها ولا بدعوك تبقى حزب امه ولا اتحاد ديمقراطي ولا غيره دي كلها احزاب وده باطل ذاته. ربنا قال ان الذين فرقوا دينهم يا اخي وكانوا شيعه الله قال لست منهم في شيء ما تدخل معي ذو الفرق دينه. والناس اللي بيقول احنا داعش كذابين ودجالين. داعش دي من اوائل الناس الحذروا منا في السودان ده هم نحن عملنا عنها محاضره ولا فخر في قاعه الصداقه انا واخونا ابو بكر مش نحن جماعه حزب انا واخونا ابو بكر اداب عرفت كلامي عملناها في قاعه الصداقه والامه العالم ده كله حضر والناس خايفه مش كل الناس الا من رحم الله ناس خايفه والطرق خايفه والجماعات والاحزاب خايفه تتكلم في داعش ما يضيعوه. وانا هسه بحذرك من داعش. داعش على باطل ولا علاقه لي عملي هذا وديني هذا مع الكتاب والسنة أبدا وهم على ضلالة وعلى بدعة وعلى باطل وهم خوارج. حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال الخوارج كلاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضيض هذا أقوام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لئن انا ادركتهم لاقتلنهم قتل ارم او قتل هود او قتل عاد. المنهج لكن في ناس المنهج الواضح ده الواضح اوضح من الشمس ده ما بدوره ودائما بيقولوا النصيحه حاره. شكل ابو ذر الغفاري قال اوصاني خليلي ان اقول الحق ولو كان مرا. الحق ده مر وما بيبلعه الا الزول القلب ده صافي لا الله بس مر حق. تقول لي خلي الشيوخ ده كلهم ما تعبوا الزول ولا تعصر لك كرعين زول ولا تتبرك بزول اعبد الله براه. كلام ده ما بيبلعه الا الزول المخلص تمام مؤمن تمام تلقاه مبسوط. لكن زول عيان ما بيبلع كلام. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. افتح فرصه للاسئله للاعتراض عم انا شايفه قال انا ذات وسبيت الصحابه وكذا نسمع. انا والله بالعكس لما انا قلت انا قلتني بتبسط ولا موجود بسمع كلامه وبرد اذا خير بشيله اذا باطل برد عنه. تفضل يا عم. اي زول داري ناقش ما عندنا مانع ان شاء الله وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يبعد الغشاوه عن اعيننا وأن يجعل هذه الجلسة في ميزان الحسنات كما قال الشيخ كما يحلو لمريديه. طبعا في يعني اختلاف كامل جملة وتفصيلا مع الشيخ ولكن أدب الحديث. أولا الأسلوب الذي يتكلم به هذا الرجل أسلوب شماسة معليش يعني أسلوب شماسة. نحن يا جماعة زي ما نحن صدور مكان واسع عايزينهم برضو يكون صدورهم واسع وعايزين الناس كلهم يعني يتكلموا بكل اريحيه. الله اكبر الله اكبر بدون يعني مشاكل بدون مداواه بدون اي حاجه انت تقول الحاجه في راسك. الاسلوب ما اسلوب داعي ابدا. وعمر هذا الاخ يمكن يكون الشيخ الطلاب اللي بيتكلم عنه ده عداه في السجن بس تاليف كتب. الشيء الثاني هذه المحاضرة هي يمكن يكون كل محاضرات هذا الأخ كلها سمعناها بنفس الأسلوب ده. أي محاضرة تسمعها لشيخ إبراهيم ده بتلقاها بس هذه ذاتها بس بنقولها من مكان لمكان. هي محاضرة تكفيرية. الآية الشعار بتاع المحاضرة دي وهذا طريقي مستقيما. الراجل ده اتكلم عن الطريق المستقيم اتكلم في سب
وشد المسلمين يا جماعة. حتى المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سماهم لحذيفة بن اليمان ما ذكروا للصحابة، ما قال لهم ده منافق وده منافق، ما عينوا لهم، ما بينوا لهم. هذا يقول لك التراب كافر والبرعي كافر والسديس كافر ويوسف عبد الحي كافر، تكفيري فقط. وإن حلف لا نصدقه إنه داعشي لأنه نفس المنهج، منهج تكفيري. بعدين يعني دعوته ابتدت من فقيري ما عندها جذور خلفية، منو بيستدلوا بالسديس؟ أقصد بيستدلوا بالعثيمين وبابن باز، وهؤلاء هم مؤسسي حركة أنصار السنة المحمدية في السعودية، وهم بيستدلوا بهم. هم مبدأهم وين أنا داري عارف. بعدين كل الطرق ودها النار إلا طريقته هو بس، هي في الجنة طريقته هي بس في الجنة. أنا ما ممكن أسوء أقول الله يا أخي الصوفية دي كلهم في النار، أقسم عليهم. قد يكون هنالك منهم من يعبد الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى تاب عليه قبل أن يغرغر، فكيف أحكم عليه بأنه هو كافر في النار؟ إلا أنا الصح. الشيء اللي عايز يردح لنا أخونا وعندنا يهودا مسجل، ولو سمح لي سمحت اليوم بأنك هدد ضمك في محاضرة قلتها في جامعة السودان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر ملف، كتل ملف، قال كتل ملف وجاء اعتذر وتاب. وهنا يهودا بصوتك انت ذاته قلت أنا تبت لله لما قلت، ولكن عند الأئمة الأربعة بأن لا توبة لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقص من حقه. الله أكبر. أي جرم بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقص من حقه. الله أكبر. أي إنسان، لا إله إلا الله، أي إنسان، أي إنسان يا جماعة، أي إنسان كفر من سب النبي عليه الصلاة والسلام، كفر من سب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، هذا كل العلماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. طيب يا أخوان، بإجماع العلماء، والشيخ يمكن يكون أعلم مني لأنه لست بعالم، لكن بإجماع العلماء أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقص من غدره يغتل ولا يستتاب، وإن تاب يغتل. لكن من سب الله سبحانه وتعالى يستتاب، فإن تاب عفي عنه. لكن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن تاب يغتل. وأنا كنت يعني بتمنى أنك تمشي تسلم نفسك للسلطات حتى يغوي فيك الحد، حتى تكون امتداد للدعوة من بعدك، لأنك لو ما سلمت نفسك يمكن يكون اتباعك ديل يعني يقتدوا بك ويقولوا الرجل ده شجاع وفعلا على حق بدليل انه هو مشى سلم نفسه. ف يعني انا استفيد شنو يا جماعه؟ استفيد شنو من انه انا عمال كلهم اكفرهم ويخشجون النار؟ هؤلاء يحبوا ان يدخلوا كل العلماء، علماء الامه تخش النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي عن يهودي مات وقال هذه نفس انفلتت مني الى النار. يهودي انت بتكفر من يقول لا اله الا الله. حتى كبير المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم منع بعد ذلك، لكن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في بردته، كفنه في بردته وصلى عليه ما كفر. حتى الصحابه يا جماعه، ناس عبد الله بن ابي بن سلول وكل المنافقين اللي كانوا موجودين في المدينه ما سموا نفس زول باسمه، ما قالوا انت منافق، لكن يقولوا من فعل كذا وكذا كان منافقا. هؤلاء يسمون هذا كافر، هذا كافر، كأنه قاضي على الأمة الإسلامية. جزاهم الله خير. شكرا لك. أول حاجة نشكر، هاي بديك فرصة ما جاوب له وبديك. أنا ما عندنا مشكلة يا جماعة، أي زول هو داير يقول أي كلام جوا بطنه والله بسمعه بكل أدب واحترام، وأي اتهام يقولوا له نسمعه. بعد ذاك عندنا حق شنو يا جماعة؟ حق الرد. بس أنتوا أنا داير كل الناس يعني يشيلوا الصبر. وانا رأيته شخصيا بفرح للنقاش شديد يعني مهما قلت فيني بسمعك بعدين بوريك الشيء الصح اللي انا بعرفه والغلط. طيب انا حبدا كلامه نقطة نقطة. انا مما بدا اول حاجة قال اسلوبنا اسلوب شماشة، انا وما ذكر دليل على هذا الكلام. احنا اسلوبنا كالاتي، انك ما ذكرت دليل يدلل على ان اسلوبنا اسلوب شماشة. اسلوبنا كالاتي، بنعرض الباطل، أجابوا الترابي أو أجابوا البرعي أو أجابوا غيره أو أجابوا أي زول، حتى صار السنة ذاتهم ردين عليهم. ده مما يدل إن إحنا ما عندنا حزبية لجماعة، ونحن ذاتنا ما من جماعة صار السنة. أنا ما تابع لأي جماعة، قرآن ده بس عاجبني، تاني ما عاجبني غيره. أنت رأيك شنو؟ وسنة النبي عليه الصلاة والسلام غيرهم، تاني ما عاجبني حاجة. قرآن والسنة والبيصير على دربهم، انا ما في حاجة عجباني. تو تلزمني تقول لي الا تبقى معانا مؤتمر شعبي مثلا اعمل لك بطاقة، هذا عندي حرام. خلاص؟ ف
فده اسلوبنا، بنجيب الباطل بتاع اي جماعه، شعبي، وطني، صوفي، تجاني، نقشمدي، شيعي، قادري، باطل، بنقول الله قال في الباطل ده كده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الباطل ده كده. ده اسلوبنا. اذا كان ده اسلوب شماش عندك انت بطريقتك، ده اسلوب القران والسنه، اسلوب الدليل اسمه. ربنا قال انا واخذ كلامك نقطه نقطه وما قاطعته يا جماعه، انتوا كلكم شاهدين، وهو نفسه الجبال وعصكم قال لكم دارين اسلوب حضاري يناسب غريه 37، ما تقاطعوا. قال نعم انا تقاطع، هسه بديت اول نقطه قاطعني انا، ما عارف يا تودا الاسلوب الحضاري. طيب، فربنا سبحانه وتعالى قال انا والله اسمعك 200 ساعه، لكن هل انت عندك استعداد تهضم كلامي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ده اسلوبنا. وربنا قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه واحد، والموعظه الحسنه اثنين، وجادلهم بالتي احسن ثلاثه. ده الاسلوب اللي احنا شغالين به، وابدا ما معصومين، قد نخطي ونجي راجعين نتوب. والرسول عليه الصلاه والسلام قال كل بني ادم خطا، وخير الخطائين يا جماعه التوابون. اما كلامك والله ان ربنا في ذنب ما بيغفر اصلا، ده كذب. ربنا سبحانه وتعالى رد على كلامك ده في القران، انا اصدق القران ولا اصدقك انت؟ هذا سؤال ذاته. ربنا قال قل يا عبادي، اي زول من عباد، وانت لو قدرت تطلع زول منهم بطريقتك، قل يا عبادي الذين اسرفوا، مش كمان خطا واحد، اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما اتهامك إنه سبيت الرسول كذاب، أنا ما سبيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي سب رسول الله ولا أحد من الصحابة، ومن سب النبي كفر كائنا من كان، شعبي، وطني، ليبيا، كفر بالله سبحانه وتعالى. عرفت كلامي؟ أنا وضحت كلمة قلتها، عرفت كلامي؟ إنه بعد ما تزوج السيدة صفية وبشرح عليها طلبة بتاع الجامعة بلهجتهم، قلت كلمة بينتها ودي موجودة عندك ذاتها، ولما بينتها وقلت ده الكلام ده ما يليق ونرجع إلى الله عز وجل وغيره، أنت تعلم علم اليقين، وأنت سوداني ما إيطالي ولا سعودي ولا طولياني، أنت تعلم علم اليقين إن الكلمة دي عند السوداني معناته مشى بالشارع، ده لفه بالشارع، ده ما سب، رغم ان انا تبت منها تقول لي سبيت؟ واحد، اثنين، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: السب لا يعد سبا. تدخل سب وتعرف ما سب. تدخل سب تقول لي تقتل، هو الحكاية؟ أنت لو غلبك النقاش ما عضلات بعد نقتلك ونقتلك. تناقش لي بآية وحديث. الله ما أداك حالك سنين تناقش به. ارتكتي للناس كمان وتقول احنا داعش، هسه داعش منو؟ الشيخ الالباني قال شنو؟ قال لا يعد الكلام سبا الا اذا قصده القائل. وهل احنا نقبل كلام الالباني ساي ولا بدليل؟ قال الالباني روى مسلم في الصحيح. شوف الشغل ده كيف؟ من الشيخ الالباني مش مني. روى مسلم في الصحيح من روايه انس بن مالك، اسناد عالي، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك الترابي قال رضي الله عنه ولا الترابي صلى الله عليه وسلم، انتوا ناسكم الشعبيين بيقولوا الترابي صلى الله عليه وسلم. تقول انا سبيت الرسول؟ هسه اسمعك ليه؟ شعبيين بيقولوا الترابي صلى الله عليه وسلم. يا ترميها فينا انا؟ قال: لانه روى مسلم من روايه انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما عبد قال الله افرح بتوبه احدكم من احد كان بارض فلات فأضل راحلته عليها طعامه وشرابه فأيس من الحياة، لأن الراحلة شال الأكل طفشت فاضطجع تحت ظل شجرة يئس من الحياة، قال انتظر الموت بعد، فاستيقظ فوجد الدابة عند رأسه ففرح فرحا شديدا وعليها طعام وشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي. ده كفر ولا ما كفر؟ كفر. دول يقول لي الله أنت عبدي وأنا ربك، ده برضه كفر. النبي ما كفروا ليه الزول ده؟ ليه ما كفروا؟ لأنه قال أخطأ من شدة الفرح، لأنه أخطأ، والخطأ من موانع التكفير ومن موانع السب ذاته زي ما ذكر الشيخ الألباني بدليل الحديث ده، وبدليل آيات في القرآن منها واحدة تكفي
لمن أراد الهداية واحدة بس. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو شنو أو أخطأنا. قال الله: قد فعلتم، قد فعلتم. ده الموضوع. لكن انت ليه ما جبت للناس الكلام الترابي لما قال انا اعلم من الرسول؟ قاموا عليه جعفر شيخ ادريس، وده برضه من الحركه الاسلاميه، قاموا عليه وقال لا لا لا، انا اتكلم الفرنسيه ومحمد لا يعرف الفرنسي. ده ليه ما جبته للناس؟ كن امين. وده تاب منه الترابي؟ ليه ما جبت كلام الترابي لما قال ما في عذاب قبر؟ والرسول اللي انت عامل فيها بتدافع عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن عذاب القبر حق. والشعبين جماعتك بيكذبوا كلام الرسول عديل، وبيصدقوا كلام الترابي لأنه الترابي علمهم تكذب كلام الله والرسول. في محاضرة للترابي في جامعة الخرطوم الميدان الغربي كلية الهندسة، أنا كنت قاعد فيها وناظرت فيها، قال شنو الترابي؟ قال أنا ما بصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله، قال ولا حديث من الاحاديث، قال انا حسبي القران بس. وربنا في القران قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وشنو يا جماعه فانتهوا. الله قال كده. فالترابي يكذب كلام الرسول كله. الترابي قال عيسى ما نازل، والرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده انت تتابع الترابي وتتابع الرسول ما بيتلمن ابدا، اختار واحد بس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم نازل نازل حكما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، إلى آخر الأحاديث الكثيرة جدا المتواترة، زي ما قال ابن كثير في التفسير، قال حديث نزول المسيح متواترة، ولو أحد يقبل. ولو داير أدلة على الكلام ده نديك مئات الأدلة، لكن ده ما مجاله، إذا طلبت نديك. بالنسبة للأخ المناقش بعدها قال: الترابي ده عمرك كم؟ قال لي: انت عمرك ده كله، قال الترابي عده في السجن. هاي ما زول ظالم يخش السجن، يخش يتحشر جوا طوالي، ولا انت باقي لك الترابي ما ظالم؟ الترابي قال في الماضي، ده في مجلة الدستور قال في الماضي اكلنا اموال الشعب بلع وشك، وسخرناها لمصلحتنا الخاصة. استغفر الله، دين استغفر الله وافتح لك. ليه؟ لانه التوبه، تقول استغفر الله واتوب اليه، التوبه عندها ثلاثه شروط اذا كان الذنب بينك وبين الله، وعندها الشرط الرابع اذا كان الذنب بينك وبين شنو؟ مخلوق. قلعت حقه واكلت حقه، ضربته في عرضه ده الموضوع، شتمته في عرضه ده الموضوع، ده داير لابد المخلوق ده يعفي لك او ترجع لي حقه. ترابي قال اكلنا اموال الشعب كله، شت شوف السودان ده مليون من المربع. ترابي قال بلع وقال استغفر الله، دينه ما بتحل لك. ليه؟ لانه الشرط الرابع من شروط التوبه ارجاع حقوق من ظلمه. براو قال، انا قلت ترابي براو قال لك القروش. طيب الترابي قال ياجوج وماجوج، ده كلام فارغ وكلام ناس ساكت في نفس المحاضره في جامعه الخرطوم الميدان الغربي، موجوده في اليوتيوب فيديو ترابي ذات، مع انه ياجوج وماجوج ده كلام الله، ربنا قال في القران. وده ما يدل لك انه الترابي ما عنده علاقه بالقران ولا قراه اصلا، حافظه دي كده ما قراه اصلا. قال ياجوج وماجوج كلام ناس ساكت. افتح الان من اليوتيوب محاضره اسمها التجديد الفكر الديني، جامعه الخرطوم، دكتور حسن عبد الله الترابي، الميدان الغربي، كليه الهندسه، مع صلاه المغرب جرد للساعه 11 ولا 10 بالليل. طيب ربنا في القران قال عن ياجوج وماجوج شنو؟ حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الله قال في يأجوج ومأجوج، الترابي قال كلام ناس ساكت كلام فارغ. الترابي قال الطواف السعي بين الصفا والمروة في الحج كلام فاضي وكلام فارغ في نفس المحاضرة. والأخ ده هو تابع الترابي نجيب، كلام ده كله بكون عارف. شفت كيف؟ ربنا في القرآن ذكر السعي بين الصفا والمروة، قال تعالى سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إلى آخر الآيات. ترابي قال ده كلام فارغ. التشهد بتاع الصلاة تحيات لله والطيبات والصلوات، الترابي قال ده كلام فاضي وما في الدين.
وكذلك السلام من الصلاة. يعني تخيل الصلاة ما فيها تشهد وسلام، بس قريت كده تقوم تتخارج تقول الباب دي وين، دلوني على الباب وتمشي تبقى مالك. دي الصلاة تحت التراب إن كان بيصلي أصلا. وإذا صلى التراب قال تقدم المرأة، حجك التوم تقدم تصلي وتواقف وراه، تخطب بيك الجمعة والعيد وتواقف. يعني طول غير الدين، إحنا غيرنا الدين، إحنا تكفيري، نحن تكفيري، نحن اللي قعدنا حارب ليك التكفيرين في هذه البلاد يا شيخ. ما أعرف أعرف، وأنا متأكد إنك عارف، لكن تنكر ما أنت تعرف. مناظراتنا مع التكفيرين، افتح اليوتيوب، عشرات المناظرات ومئات بل ألوف المحاضرات عن التكفيرين، عرفت كلامي؟ ونتكلم عنها. مش نحن بنكفر الناس، نحن بنرد على الناس اللي بيكفروا الناس بغير دليل. منهم عبد الحي يوسف اللي دافعت عنه، ده عنده كتاب، وانا بتكلم لك بعلم من كتبه هم ذاته. طب بتتهم ساي، ما ممكن تتهمني تقول لي انت كافر ويجب ان نعمل لك وكذا، ده ما اتهامات ساي، ما بزول بصدق لك، لكن كلام يكون علمي ومؤصل، كتاب كده، صفحه كده، ايه كده، حديث كده، الزول العاقل صدق الكلام ده. كتاب اسمه الاستبداد السياسي على ضوء الكتاب والسنه، وده عباره عن رساله الدكتوراه لعبد الحي يوسف بتاعك ده ذاته. ورساله الدكتوراه دي عملها في جامعه ام درمان الاسلاميه، الرساله دي ذاتها في الصفحه 96 او 196، واحده فيهم اللي لم تخني ذاكره، قال فان واقع المسلمين اليوم الثاني يشهد بان كثيرا من حكامهم كفار لا مجرد ظالمين. التكفير منه؟ التكفير منه؟ زول يكفر الحكام المسلمين، الحاكم حتى لو ظالم ما يجوز لك يا اخي تقول كافر يا اخي. ظالم ده شيء وكافر ده شيء ثاني. تقول كافر عديل طالع برا الدين؟ زولك القروشك تقول كافر؟ ما كافر، ده ظلمك لكن ما كفر، كفر ده امر ثاني. ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى. فقال لو حلفت بالله، النقطة الثالثة، قال لو حلفت بالله ذاته انكم انتم ما تكفيرين، انتم جماعة تكفيرية، قال كفرت الترابي والسديس وعبد الحي يوسف وقلت الطرق الصوفية كلهم، السديس هاي والترابي وعبد الحي يوسف، وقلت الطرق الصوفية كلهم في النار، وليه تدخلوا الناس النار؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ادينا دليل من كلامنا مكتوب او مسموع انه بالضبط. قلنا شنو؟ قلنا انه السديس كافر او عبد الحي يوسف كافر، عرفت كلامي؟ او الطرق الصوفيه كلها في النار. ده كذب ولا ما كذب؟ بجيك للترابي، خلي اخر حاجه، ده لحد دين السديس وعبد الحي يوسف وكل الطرق الصوفيه داخل النار. دي قلناها بتين يا اخي. قال العلماء قالوا كما قال الامام الطحاوي، قال ولا نشهد، اسمع كلامي اللي قال الجو تمام، ده ما محله، داير فرصه زي الاخ ده. انا والله احترمت كلامه، ليه؟ لانه قبيل مسك المايك وقال اي زول داير يعترض نعترض يعترض، ولا كيف؟ وده الاسلوب الصحيح. فانت يا عم انا قلت كلام، نديك المايك، في كلام ده فيه غلط يا جماعه، فيه غلط يا جماعه، ما فيه غلط. طيب وده نقاش عادي جدا، ما هو زي ما قال كلام، انا من حقي اقول، بعدين صاحب العقل يميز. طيب وين قلنا السديس وعبد الحي يوسف كفار؟ ما قلنا كده، قلنا عبد الحي يوسف بيكفر الحكام، مش هو كافر، عرفته؟ هو اللي بيكفر مش نحن، ونحن زعلانين منه ليه؟ لانه بيكفر هو مش نحن، ده واحد. اما الطرق الصوفيه كلها جوا النار زي ما قلناها، بل الطحاوي قال ولا نشهد، الامام الطحاوي في العقيده الطحاويه وغيره، قال ولا نشهد لاحد من اهل القبله بجنه ولا نار. لكن في فرق يا جماعه بين انه نقول من دعا غير الله كفر، وبين انه نقول محمد والدحمد كافر. الفرق شنو؟ قال الفقهاء فرق بين العموم وشنو يا جماعه؟ والتعيين. يعني انا من اقول ده اسمه احمد نصر الدين، قول احمد نصر الدين مسلم، احمد نصر الدين كافر، دي مساله. فرق بين اقول البدع غير الله كافر، البدع ده ما ذكرت اسم. البدع غير الله كافر، اهو ذاك مشى دعا القبه، بالمناسبه ما حقول لك كافر. لحد ما مشى يبين له، لانه يمكن ما عارف انه دعاء غير الله كفر، يمكن المعلومه دي ما عارفها. في شيخ طريقه صوفيه غشيو، قال لي انده غير الله مثلا، دي شبهه في راسه. الشبهه دي لو ما ازيلت، والموانع دي لو ما امتنعت وازيلت، والشروط ما توفرت، ما يكفر الانسان حتى لو وقع في الكفر. الدليل حديث الرجل قبيل لما لقى الدابه بتاعته
قال اللهم انت شنو عبدي وانا شنو ربك. يلا الكلمه دي كفر ولا ما كفر؟ كفر. لكن الرجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفره. ليه؟ لانه جعل له عذر، جعل له مانع، قال اخطا من شده الفرح. اذا التكفير عنده شروط وعنده موانع، هكذا استلمها. الشرط الاول العلم، المانع الاول ضد طوال الجهل، الشرط الثاني القصد، المانع الخطا زي الرجل ده قال اخطا من شده الفرح. الشرط الثالث الاختيار، المانع الثالث قصاد طوال الاكراه، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. زول خدتوا ليه سيفنا؟ خدتوا ليه سيفنا؟ قال لي مثلا نقول القران ده ما دايره، كلمه دي كفر طبعا. قال لي قول انا اقتلك. خلاص؟ قام ابى يقوله وقتله، ده ان شاء الله شهيد عند الله وده اعلى منزله، لكن في منزله اقل منه وما كافر، مؤمن لسع. زول خاف، خدت له السيف هنا، قال يا اخي تخرج منهم، قلبه جوا انه القران ده تمام وده كلام ربنا وكده، قال عشان يتخارج ده ما كافر. ليه؟ لانه في مانع من موانع التكفير اسمه شنو؟ الاكراه. الشرط الاخير معه المانع الاخير الرابع، ده الرابع وده الرابع، عدم وجود التاويل، ده شرط. المانع وجود التاويل، شغله بعلم ما ساكت. فانت ما تكذب عليه تقول له قلت كده وكلام ما قلناه، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال اياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى النار الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله شنو؟ كذاب. طيب اما الترابي وتكفير الترابي، انا قلت الترابي كافر، لكن هل انا قلتها براي ولا شلتها من ناس من شيوخك ذاتهم، شيوخ الحركه الاسلاميه؟ انا ما شلتها منهم، شلتها من علماء الدعوه الصحيحه، لكن شيوخك ذا قالوها قبل ما يلدوني ذاتهم. ايش معنى كلامي بقى حار؟ جعفر شيخ ادريس ده من شيوخ الحركه الاسلاميه، ده من شيوخهم، كفر الترابي. وعمل تالي محاضرة كبيرة اسمها فرفر الدجال، رد فيه على كفريات الترابي. ليه ده ما بتنكروا عليهم؟ ليه؟ عشان حركة إسلامية؟ نحن شلنا كلام العلماء. شيخ عبيد الجابري، العلامة شيخ عبيد الجابري من علماء المدينة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وتم التسليم، بين إنه الترابي كافر بفتوى عديل. فدال قبلي أنا بينت كلامهم، تقول لي أنت تكفيري ما تكفيري، الترابي اتكلم في اي حاجه في الدين ذكرها واديتك الادله، ما في داعي للاعاده. الصلاه ما خلاها، الحج ما خلاه، الزكاه الترابي قال ما في حاجه اسمها زكاه ولا ضرائب، ما في ضرائب في الاسلام، كلامه صح الترابي، لكن ما في زكاه. ده صح ولا غلط؟ غلط، باطل باطل، بقى ترابي بقى غيره باطل، لانه ده دين. ربنا قال ودوا لو تتنوا فيتنون، الدين ما في مداهنه ومجامله لاحد. ربنا قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام على خمس، قال الشهادتين والصلاه، قال وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. صدق كلام الترابي ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال ما سموه اسمه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمى المنافقين باسمائهم، يعني هو داري يهدف وداري يستدل على انه اسلوبنا اسلوب شماشه، لانه نذكر اسماء اهل الباطل، الترابي البرعي غيره غيره غيره. دي من ادله لعله انه بنسمي الاسماء. طيب خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بقى دليل بعد في صحيح البخاري، قال ان فلانا وفلانا لا يعلمان من امر ديننا شيئا. قال الراوي وسمى رجلين باسمهما. حديث حلها كيف؟ الرسول ما عنده حكمة؟ تقدر تقول كده؟ دي الحكمة ذاتها. العلماء ابن تيمية قال ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا بيسمي أسماء ويحذر منهم، وأحيانا يقول ما باله أقوام، دي أنت اللي ما قدرت تقولها، ما باله أقوام. ليه؟ كان بيقول ما باله أقوام، ما الرسول لنا انتابوا، ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله شنو يا جماعة؟ أسوة حسنة يعني انتابوا. طيب ابن تيمية قال ليه أحيانا كان بيذكر أسماء وأحيانا ما بيذكر أسماء؟ ما هو دين الرسول ده تشريع لنا يا جماعة. أي ظل لو قال يا أخي كلام الرسول ده ما ناخده لأنه ده الرسول، لا كان صلينا لا صمنا لأنه ده كان رسول، أفهم الحتة دي. أما الخصائص الفقهاء قالوا ما في حاجة في الدين خاصة بالرسول إلا تجي بدليل على الخصوصية، لأنه الدين للعموم. ربنا قال كافة للناس بشيرا ونذيرا، ربنا قال رحمة للعالمين،
وربنا قال وما آتاكم الرسول شنو؟ فخذوه وما نهاكم عنه شنو؟ فانتهوا. ما أي حاجة ما عجبتك تقول خاصة، لا 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 لا، بدليل أديك دليل على الكلام ده، إنه النبي صلى الله عليه وسلم صام وجاء المغرب شمس غابت المفروض شنو؟ يفطر، قام ما أفطر، جراه تاني ليه تاني يوم، تاني صام للمغرب، الصحابة قام جروه وراه، لما نعرفهم عملوا كده قال لهم لا أفطروا، فإني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين. ده دليل على شنو يا جماعة؟ خصوصية، على التخصيص، لا تخصيص إلا بدليل، دي قاعدة متفق عليها بين كل المسلمين، لا تخصيص إلا بشنو؟ دليل. دليل، عرفت كلامي؟ طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام، أي ابن تيمية قال لا، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي وأحيانا ما بيسمي، يقول ما قالوا أقوم وأحيانا يسمي بالاسم، ليه؟ قال إذا كان زول عمل الذنب بينه وبين الله ده ما يجوز هنا بالميكروفون ده يقول فلان ده والله زنى، ده حرام، حتى لو زنى جد حرام الكلام ده، تستروا وتنصحوا بينك وبينه جوا في الأوضة، عرفتوا الدين ده دين عظيم كيف ودين رحيم كيف؟ لكن لو جمسك المايك مثلا وقال الزنا حلال ويجوز مثلا، ده هنا ترد عليه في شنو يا جماعة؟ في العلن، في العلن، وتجيبه باسمه وتقول فلان ده ضال، ده الدين كده، ده دين الله كده. في عملنا كان داير فرصة مستعجل فين فضل، جزاكم الله خير، والله أنا بقبل كلام أي دول يقول، جزاكم الله خير، جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أنا حقيقة في كلامك جزاك الله خير، لكن استوقفني كلام عن الشهيد سيد غب. والشهيد يا جماعة سيد غب كما معروف للعامة إنه من مفسري كتاب الله عز وجل، يعني الشهيد سيد غب كتابه مرجع وهو تفسير فسر القرآن الكريم، وهو يا جماعة كان وقف ضد يعني حكومة كانت تهمتهم بالتكفير وشردتهم من أهلهم، وهم جماعة الأحيوا فكرة الجهاد في فلسطين. فالأخوان المسلمين في مصر بالذات سواء كان حسن البنا أو سيد غط، ناس وقفوا في وجه الصلف الصهيوني وكان منهم الشهداء، وكان فكرتهم إنه يبنوا خلافة إسلامية راشدة. فكيف يكفر سيد غب؟ أو لا يعني شايفك يعني ما بتاخذ بالمرجع بتاعه أو تقول سيد غب منهجه تكفيري، جزاك الله خير. شكرا لك، شكرا لك، وأنا والله مبسوط جدا لأنه مشيت قرى كثيرة جدا، فما لقينا زيكم بيناقش يعني الحجة بالحجة وكده يعني صراحة، وده ماشي عن قدامكم، لكن ده الشيء الملاحظ والشيء الموجود في الواقع. أخونا ده قال سيد قطب وكيف يكفر او الى اخره، اول حاجه ما كان قلنا كافر، انا قلنا كافر انا ما قلنا كافر، لكن لعلك تقصد كيف يعني ينتقدوا او يقولوا ضال او كذا، لعلك تقصد كذا. طيب سيد قطب الف كتب سطر فيها المنهج بتاعه يا اخانا الفاضل جزاك الله خير، ككتاب معالم في الطريق، وده هو اللي انت تقصده او بشير له انه فسر فيه شنو؟ القرآن كما يقال. وعنده كتاب تفسير الظلال، عفوا تفسير ظلال القرآن، في ظلال القرآن، وكذلك ألف كتاب معالم الطريق، دي رسالة صغيرة مش التفسير، وألف كتاب العدالة الاجتماعية، وألف كتاب التصوير الفني في القرآن وغيرها. طيب نحن نحكم على الرجل من عقيدته صح ولا غلط بدون تعصب له وبدون تشفي وانتقام منه، يعني لا إفراط ولا تفريط. سيد قطب ألف كتاب الظلال ده في ظلال القرآن، وقال هو شرح فيه وفسر فيه القرآن. نمرة واحد، فسر الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فسروا بالهيمنة، قال هو كناية عن الهيمنة، وده لا شك إنه باطل أشد البطلان. العلماء قالوا لأنه لو قلت ربنا هيمن على العرش واستولى عليه ده يلزم من كلامك انت معناته كان في احد اله قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر وهذا محال. فسيد قطب فسر الايه بهذا التفسير وهذا باطل
من أبطل الباطل. إنما معنى الرحمن على العرش استوى جميع المفسرين والصحابة وغيرهم قالوا الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. على وارتفع ده معنى شنو يا جماعة؟ معنى استوى، مش معناته استولى وقهر وهيمن وكذا الكلام اللي قاله سيد قطب. اثنين، سيد قطب في كتاب الظلال في آخر مجلد اللي هو المجلد السادس عند تفسيره لسورة الإخلاص قول الله الله الصمد إلى آخر أخرج عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول، إنه الله عز وجل عقيدة الحلول عند الصوفية إنه الله عز وجل يحل في المخلوقات. عشان كده ابن عربي قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. والحلاج في كتاب التواصيم كتاب ديوان الحلاج تلقى موجود في الدار السودانية للكتب الطابق الأول قسم اللغة العربية. الحلاج قال شنو؟ ده صوفي قديم جدا والآن كل صوفية بيمجدوا الحلاج. قال صعدت إلى الله بالسماء فقال لي من أنت؟ فقلت له من أنت؟ قال أنت. قال مجد لله بالسماء. قال قلت له الله من أنت؟ الله قال لي أنت ذات. ليه؟ لأنه هم بيعتقدوا إنه الله يحل في شنو يا جماعة؟ في المخلوقات. ابن تيمية رحمه الله قال من اعتقد أن الله حل في المخلوقات فهو أكفر من النصارى الذين قالوا إن الله حل في المسيح. العقيدة بتاعت الحلول دي أصل سيد قطب في الظلال في مواضع كثيرة أبرزها نتذكره الآن في تفسيره لسورة الإخلاص في المجلد السادس من كتاب سيد قطب في ظلال القرآن. نمرة ثلاثة، سيد قطب في الصفحة 200 الصفحة رقم 200 من كتاب التصوير الفني في القرآن موجود في الدار السودانية للكتب طبعته دار الشروق وطبعته تقريبا دار المنار أو غيره وموجود في الدار السودانية للكتب الصفحة رقم 200 سب نبي الله موسى عليه السلام عليه قال ده بالنص وبالحرف كلام إن لقيت حرف واحد أنا غيرته تعال قابلني. قال سيد قطب لنأخذ موسى قصد نبي الله موسى وما بقول عليه الصلاة والسلام ذاته زي ده مكتوب حاف كده لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام طبعة دار الشروق موجود في دار السودانية للكتب يطعن في عثمان بن عفان ذي النورين الرجل الذي تستحي منه الملائكة الرحمن الرجل الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه ولما ماتت الثنتان قال يا أبا عبد الله والله لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. عثمان بن عفان ذي النورين سيد قطب يطعن فيه في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام ويقول إنه طبع عثمان بن عفان كان طبيعة رخية في الحكم مما أدى إلى تسلط بني أمية على الحكم وكان حادب على بني عومتي كان بيجربهم وبيديهم أموال المسلمين. ده ملخص كلام العدالة الاجتماعية في الإسلام. في النهاية سيد قطب قام ختمه بكلام شين مرة واحد طبعا الخوارج خرجوا على عثمان وقتلوا والرسول صلى الله عليه وسلم ورع عثمان بن عفان قال لي يا عثمان إن الله مقمصك قميصا الخلافة يعني فإن أرادك المنافقون يعني الخوارج على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني على الحوض فلا تخلعه حتى تلقاني على الحوض. وسمى الخوارج المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا لمن جعهد عثمان في الخلافة وربنا أدوى القميص الخلافة الخوارج حاصروا في بيته ولا تطلع من الخلافة والعثمان بن عفان مذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخلعه ما تكلم الخلافة إلا حتى تلقاني على الحوض. سيد قطب قام صور المنظر ده المنافقين خوارج كلاب النار زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيد قطب قال وأخيرا ده كلام بالنص
بالنص. واخيرا ثارت الثائرة على عثمان، ما بنقول رضي الله عنه برضو حاف، نحن بنقول رضي الله عنه، ثارت الثائرة على عثمان، ولكن لا بد لمن ينظر الى الامور بعين البصيرة ان يدرك ان تلك الثورة في عمومها كانت فورة نسر الثورة على عثمان وكتلوا ديل المنافقين ديل. سيد قطبي قال كانت ثورة من روح الاسلام، من صميم الدين ذاته. سيد قطبي في كتابه معالم في الطريق الصفحة 125 عفوا 120 الى 125 يعتبر ان كل المجتمع الاسلامي كافر حكومة وشعبا. سيد قطبي ولذلك خرجت جماعات التكفير والهجرة من الإخوان المسلمين ومن كتب سيد قطب لحقائق تاريخية ما بدو نقدر ننكرها، بالذات كتاب معالم في الطريق، والكتاب الثاني بتاع أخوه لمحمد قطب الاسم جاهلية القرن العشرين، تبع هذا الكفر الناس كله طالعوا التكفيرين والتكفير والهجرة وقتلوا الناس واستباحوا دمائهم. أبو بكر البغدادي تابع لمنه؟ رئيس داعش ومؤسس داعش، تابع لمن؟ قال القرضاوي، القرضاوي ده مش اخو مسلم يا جماعه، القرضاوي ده مش حركه اسلاميه، القرضاوي الدكتور القرضاوي قال ابو بكر البغدادي من جماعه الاخوان المسلمين. ده شهاده وشهد شاهد من اهلها، شهاده منهم جوا قالوا البغدادي ده من جماعه الاخوان المسلمين. طيب ده الكلام. جزاك الله خير لمداخلتك، بارك الله فيك. الجهاد يا جماعة الجهاد ماض إلى قيام الساعة، والجهاد ذروة سلام الإسلام، وما في إنسان مسلم ينكر الجهاد لأنه ذروة سلام الإسلام. لكن زي ما الصلاة دي عندها شروط لا تصح إلا بها، كذلك الجهاد عنده شيء يا جماعة شروط لا يصح إلا به. من أعظم شروط الجهاد وجود الإمام الذي يرفع راية الجهاد، الحاكم يعني، الإمام يعني الحاكم، بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه لأنه هو اللي بيرفع الجهاد ويتقى به، الحاكم يعني. أما كل ثلاثة أنفار أو 17 شاب يدسوهم جوا جامعة ولا غيره ولا غرفة يجيبوا لهم زول بايعناك شنو يا قوم تخرج، ده ما صح. البيعة تكون للحاكم بتاع الدولة، وهو الذي يعلن الجهاد والناس تقاتل من وراه، بعد ذاك الناس حسب نياته بالجهاد، زول طلع عشان يجيب الغنيمة ده ما عنده جهاد، زول طلع لوجه الله تعالى في سبيل الله ده مجاهد في سبيل الله، وإذا مات ده شهيد. احنا ما بننكر الجهاد، لكن الزول لو صلى بدون وضوء ما عنده صلاة، لو زول صلى عكس الجبلة غريب كده عنده صلاة؟ ما عنده صلاة، ولا كيف يا جماعة؟ زول لو صلى عريان مرة واحدة عريان وعنده الهدوم قادر يلبس صلى عريان صلاته في صلاة؟ لأنه ما حقق شروط الصلاة، ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والوضوء الطهارة إلى آخره، صار مع الشروط المعروفة عن الصلاة. كذلك الجهاد عنده شروط، فالعاملين ناس داعش ولا الأخوان المسلمين الجوطة العاملين هذه في غير الحكام، الجوطة العاملين الجماعات الإخوانية وتنظيم القاعدة وداعش وغيره، والله ما عنده علاقة بالجهاد ولا بالدين. حتى ضد الحزين، عرفت كلامي؟ جهاد بدون راية ده ما صحيح، إلا إذا ذكرت نقطة مهمة، إلا إذا اعتدى العدو. يعني مثلا أنتم قاعدين هنا الآن جعدوا جاروا بأسلحته، هنا أنت تقول دقيقة نشوف الحاكم، ده اسمه جهاد الدفع اللي هو الدفاع عن شنو يا جماعة؟ دفاع عن النفس. ده أنت بتنتظر فيه زول تل بلاد أنت ومرتك في البيت شايلوا سكين ده يطبيعكم، تقول له دقيقة أكلم الحاكم ولا بطبيعكم؟ ده تدافعه وترد لانه دفاع عن النفس اسمه جهاد الدفع ودفع الصائل بالنسبه للمفرد ده. لكن اذا جهاد الطلب، عرفت كلامي؟ جهاد الطلب ده لابد فيه من شنو يا جماعه؟ امام. نعم. لكن في هذه الحاله العدو جاك هجم عليك دافع عن نفسك ما في مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للشيوخ وشكرا للحضور. الله يجزيك خير. من اسال على عسي حاليا حاكم الدوله من الاخوان المسلمين. الرئيس عمر البشير من الاخوان المسلمين. هل يجوز أن أغاتل تحت رايته وهو من الأخوان المسلمون؟ ليه هلا الشيخ ما خرج عليهم؟ الله يجزيكم خير وشكرا جزيلا. جزاك الله خير. الرئيس ها؟ أسأل خوالي.
لا بس نجاوب وندي اخونا ذا فرصه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السادة الحضور، السادة المحاضرين، في البداية أنا بعيب على الداعي، ما دار أقول الأسلوب بتاعه ما حكيم. ليه؟ لأنه أختار الموقع، هو عارف خلفية الموقع الجي في وزارته شنو. فالدعوة بتاعته كانت إرهابية، ترهيب وليس ترغيب. يعني أنا بدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وإنت جاي بخلفية عارف أسرة القرية 37 كلها شنو. فأنا إذا كان في شيء معين دار أغير أسلوب الناس في هذه القرية بالأسلوب الحسن، حبة حبة لحد شنو الدرب ما ينتهي كله. ممكن أنا زول عنده درب فيه كينين أفرغ الدرب بآخر سرعة، بجي بأسلوب بسيط لقدر الناس حبة حبة لحد شنو. ما أنا أصلا ما عندي بضاعة عارضة، لكن ما عرفتها بالأسلوب شنو السلس. الشيء الثاني، أنا ظنيت أنكم أنتوا الفرقة الناجية، أنتوا الفرقة الناجية لأنه ما عرفتونا بنفسكم أولا. أنا لو عندي بضاعة دار عريضة، ده بوتيك سعيد، بوتيك فلان، لكن أنتوا خشيتوا طوالي، أنا ظننتكم من الفرقة الناجية لأنه ما عرفتونا بنفسكم أصلا. طيب السؤال الثالث، عشان شايف الزمن طلع يا جماعة. أنا قبيل قلت من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتغص من غدره، أنا قلت كده، من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتغص من غدره لا تقبل توبته، يقتل ولا تقبل توبته. يعني ما تقبل توبته عند الحاكم، لكن عند الله سبحانه وتعالى توبته إن شاء الله مقبولة، عند الله سبحانه وتعالى توبته مقبولة إن شاء الله، لأنه ما في يعني ذنب أعظم من الشرك، كل ما دون الشرك هو إن شاء الله مقبول. يعني ربنا اقبل توبتك لكن تقتل، وهذا كلام العلماء. حتى شيخهم ذاته المدخلي قال الكلام ده في كلامك يا ابو بكر، يعني يا فقيري قاعد يقول الكلام ده، انت قاعدين يجيبوا كلامك ومحمد سيد حاج والمدخلي واربع علماء ردوا على كلامك الان عندي في 10 دقائق. ولو كان هو عنده زمن يخلي الناس يسمعوا ويسمعوا يعني حكمهم عليك انت شخصيا بان يجب ان تقتل وتوبتك عند الله سبحانه وتعالى. يعني من سب الله سبحانه وتعالى ما يقتلوا، توبته ان شاء الله مقبوله عند الحاكم وما يقتلوا، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. واضح مش كده؟ يقتل لكن توبته عند الله. افتح علينا. معلش خلي لي مشكله تفتح ولا ما تفتح. شوف بس دقيقه يا جماعه، عشان الكلام ما يروح علي، انا ما هخلي نقطه الا اجاوب عليها يا جماعه، حتى كلام اخونا ده العاده ثاني هعيده له. طيب واحد او ابدا من تحت واطلع عليه فوق، خلاص قال اجاوب لك اول قبل يزورنا، خلاص جاوب لك اول معلش طلب. طيب قال انه قال حاكم الدولة، انا كنت اجاوب لاخونا ده اول لكن اخونا ده اصر. طيب قال حاكم الدولة من الاخوان المسلمين، ليه ما خرجت عليه؟ خلاص، وهل تجاهد وراه؟ نجاهد وراه. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاة والسلام واخوان مسلمين ما معناته زول كافر. اخو مسلم ما معناته يا جماعة كافر. يعني قلنا الحزبيات والاشياء دي في الدين كلها باطله، لكن ما معناته كافر. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تخرج على الحاكم الا ان تروا يا جماعه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فما بجوز الخروج على الحاكم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على امير قيد شبر فمات فميته جاهليه. طيب اخونا الثاني قال الاسلوب ما حكيم، ولانك عارف اسره الغريه كلها شنو؟ والله أنا بعرف إنه عن أسرة هذه القرية، وجيت قبل كده قبل 4 سنة 5 سنة بنفس المحل ده، إنه ناس طيبين. واحد بس اللي أسمع، ولا أعلم عنهم إلا الخير. أنا لو كان عندي واحد طيب كان ناديته هناك بالخرطوم ما كان جيتكم أنتم، فهمت كلامي؟ أنا لو عارفهم ناس شر وناس كعبين وناس ما فيهم خير، والله ما بجيب أول في نصهم. فده كلام فارغ وكلام ما صحيح. فأزول يا جماعة حقه، أنت لو كلامي مزعلك ودار تركب لي طاغية ما حقتي، وانت فعلتها وانت سويت وانت فعلتها، ما تكذب، انت قول الكلام الحق يا خصدي. ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى. طيب فأسلوب ناس القرية، أسرة ناس القرية، والله ولا نفاق ولا قاعد أخاف من زول، وبخاف من زول ما كان اتكلمت بالتراب والبرع وغيره وغيره، صح ولا ما صح؟ ناس القرية ما سمعت منهم إلا خير، ده الكلام. طيب بعد ذلك قال الدعوة كلها ترهيب، والله الحمد لله لا جبنا
سلاح لا غير. قلنا الله قال والرسول قال وكلام البرعي غلط والترابي فلان غلط. الغلط قلنا غلط. انت المدعي لك يا توفي ده ورينا. بعدها قال اسلوبكم ما حكيم. طيب كلامك ده كله انه نحن بتاعين ترهيب ونحن ما عندنا حكمه ما حكيمين. ده ترغيب ولا ترهيب؟ نحن ديل ما اعتبرنا ذاتنا ده اهل دعوه لك. الاخ اللي قال الكلام ده نحن ادعونا للصراط المستقيم وطريقك انت الصحيح. كونك تقول لي ما حكيم وانت ذول بتاع ترهيب، هل دي هي الحكمه يا حكيم؟ دي ما حكمه. فالذول ما يبقى متناقض في نفسه. الشاعر قال لا تنه عن خلق وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم. طيب قال ما عرفتونا بانفسكم، دي نقطه قبلي نقطه الاخ اللي قال ده. قال ما عرفتونا بانفسكم على اسمي مزمل لعوض فقيري. واما انا تابع لفرقه او جماعه الحمد لله من فضل الله علي انه انا ما تابع لاي جماعه وما بتشرف اتبع لاي حزب، لانه الله قال الاحزاب دي الفرقة الدين. قال تعالى في سوره الشورى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ده ليه بزعلك؟ الله قال ما تتفرق. ليه انت بس الا تدخلني مع مجموعه؟ ما في مجموعه انا مؤمن بها ابدا. انا عندي القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. اما موضوع تقتل اذا سبيت، وين انا سبيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين اصبر يا اخي الله يهديك. ده كله عارف وشغله للصباح. وريني جوا هنا انا سبيت الرسول. قلت انا سبيت الرسول. اسمع الله يهديك. يا جماعه انا سمعت كلام ولا ما سمعت؟ طيب انت قبيل الله يهديك الله يهديك. انت وعصت الناس. دقيقه يا اخي ما انا سمعت كلامك. انت اتهمتني اخطر اتهام على وجه الارض. قلت لي سبيت الرسول وسبيت كيف وسبيت كيف. انا سكتت ولا ما سكتت يا جماعه؟ قاطعته ولا ما قاطعته؟ ما قاطعته. ليه هو ما يسكت؟ لو معاه الحق بيصبر زي ما انا قاعد اكتب بكل ادب واحترام. اي زول داير يتكلم بدي المايك يا جماعه. عرفت كلامي؟ نصلي ونجي واصل. اجيب لك وقفنا في النقطه دي عشان ما نمشي منها غادي. ما الدار سوي. لكن انا لما نتكلم اسمعني ما تقاطعني. انت زي ما داير. لكن لما نتكلم انا هاي ما نصلي. هو يختار. انا ما عندي مانع. موافق تب. طالما ناس الحلة مجمعين موافقين انا موافق تب. والاخ ده عشان ما ننسى الكلام قبيل قال نص الكلام كان كده انه ربيع المدخلي شيخ ربيع المدخلي بيكفرني انا. قال تحديدا قال بيتكلم عني انا شخصيا اللي هو انا اسمي مزمل عوض فقيري. لا 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 مزمل فقيري خلاص. قال لا 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 الناس كلها سمعت هذا مسجل في الفيديو. لا لا كيف كيف لا لا قلت تتكلم عني انا شخصيا. عرفت كلامي؟ قال اسمع كفرني انا وقال انا سبيت منو يا جماعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام فاهمين كلامي؟ قال لك خلاص ما رضى ليه؟ اسمع كلامي انا بعرف انت كويس عارف اني حويسه بتعرف مني. اسمع كلامي مع 10 دقائق بس. جزاك الله خير. تمام تمام اقول اقول غيره بيعملوا اقول يمين اقول خلاص انا استفيد يا جماعه. يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه نقول حاجه بحتاج انه ارد عليها لانه عشان ما ننسى. قال انه قال اذكره. لا لا ده ما الموضوع المناظره. لا ده قبيل ذكر يا اخي موافق. اسمع ذكر كلمه قال اصبر يا اخي محمد
وين المقام؟ إذا كان زمنك ما يسمح لي عفوا أنا موافق أنتم موافقين يا زلحين أنا موافق سلام عليكم سلام عليكم ولا سوق الزبون ولا عليك الله ورينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نرجو من الإخوة المصلين الهدوء. أرجو الهدوء يا جماعة. انا موافق يا جماعه قلت بعد موافقه الناس الحي وانتوا وافقتوا جزاكم الله خير وده امر عادي في الدين الناس يتناظر ما بينهم لكن الناس تهدي نفسها دي المساله الاولى المساله الثانيه يا جماعه انا ده افهم هل هي مناظره ولا في زول ثاني عنده كلام ثاني عشان اقدر ارد على الزول ده الزول ده انا ما عندي مانع
ما بديك لا من حقك بديك من حقك تب والله لو ما بديك في راسي بس اسمعني صلح الميكروفون الاخ ده وينو الاخ ده هل قال عنده كلام في موبايل نعم هل دي تاب على المناظرة ولا هو مع الزول ده ولا انا مش ارد على الميك دقيقة يا جماعة اذا انت يا ناس الحي بديك يا اذا انت يا ناس الحي دارين مناظرة بيني وزول ده انا قبلان اذا الاخ ده داير مناظرة وهنا قبلان اذا دار يتلموا الاثنين انا قبلان لكن ما ممكن ده يقول كلام دقيقة يا جماعة ما ده حد لي بعده انصاف انت وانا زول ضيف عندكم الزول ده يقول كلام فيني اجي دار ارد لا يقول لي لا 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 ما ترد برا المناظرة هو قال لي طيب صح ولا ما صح إذا دارين يتلموا مع بعض أنا موافق يبقوا اثنين ما عندي أي مانع ما عندي أي مانع والله لو فيه مية أنا موافق لكن أرد على الكلام أنت كلامين بديك عاي جريت كلامك في الموبايل في اللابتوب أنا باخد فرصة برد عليك موافقين يا جماعة كان بترد على الوهابية تمام على العلماء المسلمين كابن تيمية أنا قادر أسميه يا جماعة ممكن نقول في ذاتي المناظرة عندها أسس الزوجة عندي وافقية هم بيقولوا فلوس دي كويس ما هو بنص انت طبعا بقول حاقول كلامي بس هو مناظرة اول حاجة انت بتتكلم سواء كان 5 دقائق او 10 دقائق او 20 انت بتتكلم بتطرح فكرك او بتطرح الحاجة اللي انت مؤمن بيها وانا بطرح الحاجة اللي انا مؤمن بيها وبعدين انا بحتفظ عليك بالحاجات اللي انت مخالفك فيها وانت بتحتفظ عليك بالحاجات اللي انا مخالفني فيها طيب بتكون ازيلة دقيقة لو سمحت يا علي لو سمحت هو مثلا بياخد تمام هو بياخد 3 فرص فرصة لطرح أفكاره أو لطرح الحاجات اللي مهم فيها ولا فرصة لطرح أفكاري وبالتالي تكون في أزيلة تمام؟ وتكون في محاكم محايد إحنا الاثنين مرتضيين غير كده ما في حد من المناظر بس عايز اخليهم بعدين في الأزيلة يا جماعة بعدين في الأزيلة يا جماعة من أسس المناظرات في الأزيلة الطرفين في ناس بيكونوا مؤيدين لطرف وفي ناس بيكونوا مؤيدين للطرف الثاني السؤال ده أنا شيخ مرتين بخترع عليه ويخليه بعدين قال من أسس المناظرة نحن مختلفين ما بتلزمني بأسسك عندك أسس ولا عندي أسس عرفت؟ أسس المناظرة أنت تأخذ زمن لأنه أنت طلبت المناظرة أنا ما عارف أقدر تقول شو ممكن تتفق معي تقول أنت الكلام الأول ما بتجيب لي أسس تنجوها من راسك تقول يا أخوانا من أسس المناظرة المتفقين عليها اتفق عليها منه معك الإمام أبو حنيفة اتفق معك هذا كلام زينة أنت تتكلم أول 10 دقائق 90 دقيقة بديك لها لكن تتكلم انت لانه انت قلت له المناظره قال هنا يا جماعه انا عارفك انت تقول شنو انا ما عارف المناظره بشنو ذاته كلم دقيقه انا ما قاطعته يا جماعه زول دقيقه يا شيخ انا ما قاطعتك خلي نفسك بارد انت كلامي فالاسس دي وضعتها براك من راسك انت تتكلم اول لانك انت الطالب المناظره وداير انا عارفك انت تقول شنو انت تتكلم 1 2 المحكم ده الحكم يمسك الزمن الدائره قلت 10 الدائره بديك له قلت 10 دقائق اخد 10 دقائق داير 30 دقيقه 90 دقيقه شيله وانا بشيل غدوره فهمت كلامي؟ لكن حكم اسمع يا اخي تجيب لي حكم عشان تقول هو اللي يحكم هو ويفهم الناس انه ذاك صح وذاك غلط لا الناس براهم يحكم النقطة الأخيرة وبعدها نبدأ المناظرة
الاخيره يا جماعه دقيقه الله يهديك دقيقه الله يهديك النقطه الاخيره يا جماعه النقطه الاخيره الزول ده قال اي كلام فيني عندك انا بسكت ما بقاطعه بتعهد قدام جميع اهل القريه ما بقاطعه ابدا انت انا لما نتكلم ارد على ورثتي ما من حقه يا جماعه ما من حقه يقاطعني تفضل ابدا بسم الله دي من البداية في حاجة فهمة ما فيني صح المحكم ده مش يقول لك ده صح وده خطأ المحكم ده أول حاجة يعمل الجرعة أول ما يتكلم أنا طلبت المرافع لا الجرعة لا الجرعة لا الجرعة لا الجرعة